مفيش بيت في مصر ما بيعملش الجلاش. النهاردة هعلمكم وصفة سريعة للجلاش على شكل رول، بس الأحلى بقى إنه ما بياخدش وقت لأنه معانا حشو السمبوسة بتاع الوطنية. تعالوا نعمله مع بعض. في طاسة على النار هندوب الزبدة وزيت الزيتون، هنحط عليهم حشو السمبوسة وهنخليهم يتشوحوا على نار عالية. هنضيف البصل ونقلب كويس. مجرد ان البصل يدبل معانا هنضيف له العسل وهنضيف له اليميش والعين الجمل. ونسيب كل ده يتكرمل على نار هادية. هنقطع الجلاش لشرايح عريضة، وكل شريحة من الجلاش نحشيها بمقدار معلقة كبيرة من الحشوة بتاعتنا الباردة. هنشكلها على شكل صوابع ونرصها خالف تخالف جنب بعض في صينية مستطيلة مدهونة بشوية سمنة مذابة. بعد ما بتتملي الصينية هنمزج البيض والخل والسمنة وندهن بيهم صوابع الجلاش اللي في الصينية. هندخلها فرن متوسط الحرارة لحد ما يبقى لونها ذهبي، ونقدمها بألف هنا وشفا.